حكينا هون اللي هو بالنسبة للأندرويد. في عندنا إشي اسمه المانيفست. المانيفست هو عبارة عن XML. المانيفست عبارة عن XML. تمام، هذا بملف وثيقة للتطبيق. مهم جدا بالنسبة كل أندرويد أبليكيشن لازم يكون له ملف XML اسمه المانيفست. تمام، لاحظ اسم إيش اسمه، هو اسمه مانيفست أندرويد مانيفست دوت XML. اسم الملف كامل هاي هون شايفينه، أندرويد مانيفست دوت XML، بالXML مكتوب اسمه أندرويد مانيفست. تمام، هذا بمثابة تعهد بين التطبيق والاندرويد اوبريتنج سيستم. تمام، يعني لما ينزل التطبيق هذا اوتوماتيكلي الاوبريتنج سيستم بيشوف المانيفست عشان يتعرف على كل مكونات التطبيق من خلال الاكس ام ال. يعني هذا هو عباره عن اجريمنت، هي عباره عن اجريمنت بين الاوبريتنج سيستم الاندرويد والتطبيق تبعك، التطبيق اللي انت بتعمله. الاجريمنت هذا محتواه كل الاشياء الكومبوننتس اللي موجوده في التطبيق تبعك. يعني هون هاي الابلكيشن، هون اللاود باك اب ترو، الايكون هذا ملف الايكون الصوره يعني تمام موجوده في هذا الفولدر اسمها اي سي لانشر. الايكون اللي هي بتظهر على الشاشه تبعت الاندرويد اللي انت بتشغله منه. تمام، ليبل اسمه اسم التطبيق. تمام، هيو موجود كسترينج في كذا، بنفهم هذا بعدين يعني ما بديش اشرح بالتفصيل يعني ما على السريع لانه هذا الكلام ناخده بعدين عشان تقدر تستوعبه. طبعا هو عباره عن اكس ام ال، والاكس ام ال هي عباره عن تاجز. اذا انتم اخذتوا هذا التاج او الروت تاج اسمه مانيفست، وهي التذكيره تبعته. دائما الاكس ام ال زي الاتش تي ام ال، الصفحه هي عباره عن روت تاج، والروت تاج هذا كلياته فيه ايش؟ في التاجات السب تاجز اللي موجوده. الروت تاج فيه مانيفست، الروت تاج فيه تاج ثاني اسمه ابلكيشن، والابلكيشن فيه ايش؟ هذول اتريبيوتس في التاج اللي هو الابلكيشن، وفي كمان تاجات اخرى زي التاج اللي اسمه اكتيفيتي. وجوا التاج اكتيفيتي كمان في سب تاجز اللي هو زي انتنت فلتر، حنعرف لايش تفصيل مستقبلا تفصيلات عن المانيفست. كمان هون في ممكن نحط تاجز للبيرميشنز. تمام، يعني في هون تاجات اخرى زي مثلا اللي هو بيرميشنز، اذا انا بدي اعطي بيرميشنز معين. تمام، طبعا لسه قدام احنا هناخذ يعني بالتفصيل هلا، بس بشكل عام اليوم حنشرح اللي هو المانيفست. قلنا المانيفست فايل هو عباره عن اكس ام ال، وظيفته هو عباره عن اجريمنت تعهد بين التطبيق والاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم من خلال هذا الملف بيعرف محتوى التطبيق كامل. ليش؟ لانه كل اكتيفيتي يعني كل شاشه في التطبيق بيكون لها تاج. تمام، وهذا التاج فيه طبعا انتنت فلتر. الانتنت فلتر ايش موجود فيها مثلا؟ يعني هل هي الاكتيفيتي الرئيسيه اللانشر، تمام، او هي المين اكتيفيتي، او اللي بده يتم تشغيلها اول اكتيفيتي في التطبيق. فشغله في تاج هنا اسمه انتنت فلتر. شويه حناخذ مره يعني مش حناخذهم مره واحده، احنا حنحكي شويه على وظائف اللي هو المانيفست. وظائف المانيفست تمام اليوم بس بكفي انه نعرف انه في شيء اسمه مانيفست. هذا المانيفست هو عباره عن اكس ام ال فايل، والاكس ام ال فايل انتم عارفين بتكون من مجموعه من التاجات. تمام، هاي بمثابه تعهد من خلاله الاوبريتنج سيستم بيعرف كل مكونات التطبيق. تمام، بس كمان في عندنا فولدر اسمه جافا. هذا الفولدر جافا في كل الجافا كلاس اللي موجوده، اي جافا كلاس في التطبيق حتكون موجوده في هذا المجلد اللي هو المجلد اللي اسمه ايش؟ اللي اسمه جافا. طبعا ايش اسم الاكتيفيتي الاولى اللي احنا اخذناها؟ كان اسمها مين اكتيفيتي. لما احنا عملنا التطبيق كان اسمها، شفناها كان اسمها مين اكتيفيتي، بس كان ممكن نغيرها يعني ما انتبهناش لهذا الموضوع، كان المفروض انتبهنا. لما نعمل تطبيق جديد نرجع
بنحكي عن هذا الموضوع انه احنا ممكن نغير اسم الاكتيفيتي. هي باي ديفولت اسمها مين اكتيفيتي، لكن احنا ممكن نغيرها نعطي اسم زي ما بدنا، تمام؟ لا اللي هو الشاشه الرئيسيه. طبعا هذا الجافا كلاس. حنقف شويه هون عشان نحكي عن الاكتيفيتي، لانه الاكتيفيتي اي اكتيفيتي اي شاشه في التطبيق، في تطبيق الاندرويد، بتتكون من ملف جافا وملف اكس ام ال. هذا هو ملف الاكس ام ال، وبرضه مسميه مين اكتيفيتي. يعني ممكن احنا نغيره، كان احنا ممكن نغيره لما ناخذ تطبيق جديد. بس احنا رحنا بسرعه وما انتبهنا لاسم الاكتيفيتي، خلاص لاسم الاكتيفيتي. على العموم ملحوقه في التطبيقات الاخرى ان شاء الله. الكود تبع الاكتيفيتي حيكون في اللي هو الجافا كلاس هذا، تمام؟ حيكون في الفولدر اللي اسمه جافا، والاكس ام ال حيكون في الريسورس. يعني الريسورس هذا كلياته اللي هو الريسورسز، الريسورسز اللي انا حستخدمهم في التطبيق. الريسورسز هي عباره عن الصور والاكس ام ال فايلز، تمام؟ اللي بتتكون منها الاكتيفيتيز، تمام؟ يعني التطبيق دائما بتكون من 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 مجموعه من الشاشات. كل شاشه في لها اكس ام ال فايل، هيو بيكون في الفولدر اللي اسمه لي اوت، وبده يكون له ملف جافا، جافا كود، تمام؟ ممكن يكون موجود، ممكن يكون في صور حتكون موجوده في دروبل او في ميب ماب. يعني الدروبل فولدر هذا اللي في الريسورس ممكن تحط فيه صور، تمام؟ او تحط الصور كمان في ميب ماب، تمام؟ يعني في عندك تو فولدر للصور، هذا مخصوص للشعار تبع التطبيق، وهذا دروبل مخصوص خصص للصور بشكل عام اللي ممكن يحتويها التطبيق. وكمان في عندي كمان فولدر فاليو حنشرحه اليوم كمان بالتفصيل. وفي كمان فولدر سب فولدر اكس ام سب فايلز اكس ام ال. كثير مهم المجلد اللي اسمه فاليوز في التطبيق، تمام؟ مره ثانيه، اذا اي تطبيق اندرويد بتكون من ثلاث شغلات اساسيه. الفولدر اللي اسمه مانيفست وبيحتوي على الملف بالاكس ام ال اللي اسمه اندرويد مانيفست اكس ام ال، وقلنا هو اجريمنت فايل بين التطبيق والاندرويد اوبريتنج سيستم. وفي عندنا فولدر جافا بتكون فيه كل ملفات الجافا الخاصه بالتطبيق، وفي عندي فولدر اسمه ريسورسز وبتكون من كل الريسورسز اللي بده يكون اللي موجود بالتطبيق من خلال صور او اكس ام ال فايل، تمام؟ ممتاز. الان بدنا نيجي الى اللي هو اول اكس ام ال فايل اللي هو موجود على الريسورسز، وحنشرح على اللي هو الاكتيفيتي. الحقيقه يا شباب انه كل اكتيفيتي، يعني كل شاشه في تطبيق الاندرويد بلزمها جافا كلاس. هيها جافا كلاس اسمها مين اكتيفيتي، هو اوتوماتيكلي عمل لي اياها. و اكس ام ال فايل بيكون موجود في الفولدر اللي اسمه لي اوت، الفولدر اللي اسمه لي اوت. وهذا الفولدر اللي اسمه لي اوت موجود وين؟ في الفولدر اللي اسمه ريسورسز، خلاص؟ يعني اوتوماتيكلي لازم يكون في عندي دروبل ولي اوت وميد ماب وفاليو. هذول الفولدرز مهمين جدا ولازم يكونوا موجودين. هو اوتوماتيكلي بكريتهم لما انا انشئ مباشره التطبيق اول مره، تمام؟ فهو بحط لي ملف في الاكس ام ال تبع الاكتيفيتي الاولى، بسميه حسب ما نسميه احنا. طبعا احنا ما انتبهناش قلنا، وهو سماه اوتوماتيكلي اكتيفيتي مين. هذا ملف الاكس ام ال، ملف الشاشه الاولى، هاي الاكتيفيتي مين الجافا، وهذا الاكس ام ال. كل شاشه تتكون من اكس ام ال فايل و جافا كود. ايش وظيفه الاكس ام ال؟ وظيفه الاكس ام ال هي هون، بدنا نروح ل شايفين هون ديزاين، هو هون موضح لي، عرض لي التصميم تبع الشاشه، لكن انا بهمني الكود، بهمني الكود. هذا الكود تبع الملف اللي هو الاكتيفيتي مين اللي هو اكس ام ال. عشان هيك بده يكون عندك معلومات بسيطه، يعني لازم يكون عندك معلومات بسيطه في الاكس ام ال عشان تشتغل اندرويد. حتى لو ما كانش عندك معلومات مسبقه عن الاكس ام ال او عن الاتش تي ام ال، الموضوع بسيط، يعني ما بده معلومات كبيره. هلا بدي اشرحه انا
يعني لانه التاجات اوريدي موجوده وانت بس بتختارها. تمام. فهنا شغل في الاندرويد بسيط، ما بتطلب انه انت تكون عندك معلومات كثير مسبقه بالاكس ام ال او بالاتش تي ام ال. خلاص، حتى لو ما كان، انا متاكد انه عندكم انتم معلومات لانه انتم اخذتوا برمجه ويب واحد وبرمجه ويب اثنين، وهي واخذتوا تطبيقات برمجيه او اخذتوا تطبيقات انترنت وخدتوا كل ما يتعلق بال HTML وال XML، صح ولا لا؟ لا. صحيح صحيح. لا، مين بيقول لا؟ كيف لا؟ تمام. احنا يا شباب، حتى لو ما كان عندك معلومات، الموضوع اللي انت بدك اياه هنا في تصميم شاشات الاندرويد بالاكس ام ال موضوع بسيط، يعني مش بيج ديل، ابدا مش بيج ديل. هلا بدي اشرح لك اياه انا على السريع، وانت بعدين بنكمل ان شاء الله، بنكمل في الاندرويد. خلاص، يعني هو عباره عن كلمتين، هذا اللي بدنا اياه احنا. هذا التاج في شيء صار عندي. تمام. هذا التاج باي ديفولت هو بيجيب لك اياه، يعني هذا التاج تبع اللي هو الشاشه، هاي الديزاين. لو جيت على الديزاين هاي هون، لو انا بدي بوتون بجيب بوتون وبحطه هون. تمام. لو انا بدي ايديت تكست فيو هاي بجيب ايديت تكست وبحطه هون. خلاص. وطبعا كل 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 يو اي كومبوننتس له اربع اماكن عشان تربطه مع اللي قبل، عشان ما عشان يكون مكانهم باللي بالضبط. عشان هيك سموه كونسترينتس، وبدك تربطه مع الحافه، يعني بدك تربطه كمان مع مين؟ مع الحواف. عشان هيك سموه هذا سموه كونسترينتس لي اوت. سموه ايش؟ سموه كونسترينتس لي اوت لانه مربط مع بعض، كونسترينتس قيود يعني. تمام، مربطين مع بعض. طبعا هذا الكلام بسيط، يعني انت كيف بتقدر تعمل تصمم شاشه بايدك، تحط اي كومبوننتس من هون، البوتونز، اللي اوتس الى اخره. تمام، بتنزلهم وبتبدا تشتغل وبتكبر زي ما بدك وبتغير البيانات اللي منهم. هلا احنا هذا الكلام مش هنشتغل بالطريقه هذه، ممكن بعد ما نخلص انت تروح تشتغل لحالك بالماوس وتصمم شاشاتك بالماوس زي هيك. تمام، لكن احنا عشان نخش ديب اكثر ونستوعب الموضوع اكثر لازم نكتب الاكس ام ال احنا، ونشتغل بطريقه نفهم كل انواع اللي اوتس بالاكس ام ال. بعدين بتصير عمليه الديزاين بالماوس بالنسبه لك سهله كثير، عشان الكود اللي بنكتب تلقائي تكون انت عارف. هاي لما حط بيوت بوتون لحاله عمل هيك، لما حطينا تكست فيو لحاله عمل هيك. تمام، لكن لو احنا كتبناهم هدول بالاكس ام ال بصير بالنسبه لنا فاهمين هذا الكلام اللي انعمل. بصير عندك انت قدره على تصميم الشاشات بشكل اوسع وبشكل افضل، فلازم تكون فاهم الاكس ام ال، مش انه انت بتكون بس بتحط هون وبتربط مع بعض بالماوس وهذا لا. ماشي، ولو انه هذا الشغل ضروري انه انت تكون لك يعني تقدر تشتغل بالماوس بشكل سريع، لكن برضه كمان في ناس بتشتغل بالكودينج واسرع من الماوس. خلاص تمام. هلا انا هذا الكلام بدي اشيله اللي انا حطيته، شايف هذا ديليت، مجرد ما عملت له ديليت حتلاقيه بالديزاين راح. ماشي، لانه الاصل الكود زي ما انتم شايفين. تمام، هذا اللي اوت بدي اياه انا، اللي هو الروت تاج في ملف الاكس ام ال. اول شيء بدنا ناخذ احنا اللي اوت، حناخذ تو اللي اوتس اللي هو اللينير لي اوت و الريليتيف لي اوت. اللينير والريليتيف زي الكونسترينتس اللي بالماوس زيه بالضبط. تمام، اللينير مش زيهم، اللينير مش زيهم اللي هو حنبدا فيه. هاي لينير لي اوت سميته انا، اخذته لينير لي اوت. تمام، ممكن اكتبه هاي لحاله هنا، كتب لي لاحظ هاي التاج الاوتر تاج السكر. تمام، هاي لينير لي اوت هذا
التاج الرئيسي في الملف تبع الاكس ام ال تبع الشاشه صار اسمه ايش؟ صار اسمه لينير لاي اوت. خلاص صار اسمه ايش؟ لينير لاي اوت. هيو هذا التاج الرئيسي لينير لاي اوت. اوكي هلا شو هدول الموضوع؟ شو يعني اكس ام ال؟ اكس ام ال نيم سبيس هاي اللي كتبها، وطبعا هدول ضروريات. لو انت شلتهم، لو انت شلتهم الحاله هذه مش حيتعرف على هالموضوع هذا. هلا هلا هذا بدنا نفهم، بدنا نشرحه، تمام؟ طيب بس قبل ما نشرحهم هدول ونفهمهم، شو يعني لينير لاي اوت؟ لينير لاي اوت هي لو رحت على الديزاين، لو انت جيت حطيت بوتون هنا، هي حيحط بوتون عادي. لو انت اجيت حطيت كمان تكست فيو، مش مبين اللي انت حطيته، ما بينش، صح ولا لا؟ لو حطيت اي شيء مش حيبين، او هنا اجوا ورا بعض، لاحظ صغر هذا واجا وراه، تمام؟ لينير لاي اوت كلياتهم، اي كومبوننتس رحت شديته هنا حيرجع مكانه، شديت هذا حيرجع مكانه، فيش اي شيء بتشده بيرجع مكانه. لينير لاي اوت العناصر اللي انت بتحطها اوتوماتيكلي بدها تمتص بشكل لينير، بشكل خطي. يعني اي عنصر انت بتحطه بده ينزل على الشاشه بشكل خطي، هي معناتها لينير لاي اوت. ترتيب العناصر بده بيكون بيتم ترتيبهم بشكل خطي. هلا بدنا نفهمه بالضبط اللينير لاي اوت. بس قبل ما نفهمه بدنا نفهم بس نشوف شو يعني ايش اكس ام ال. اكس ام ال نيم سبيس، تمام؟ الاكس ام ال نيم سبيس اي اسماء انت بدك تستخدمها، يعني اسماء تاجز، اسماء تاجز او اسماء اتريبيوت او اسماء اتريبيوتس، تمام؟ بدك تستخدمها لازم تكون انت معرفها بالاول. لازم تكون ايش؟ لازم تكون معرفه بالاول بالنيم سبيس. يعني كيف؟ لو انا مثلا هاي لينير لاي اوت ويد، لاي اوت ويد هاي بدي انا اعمل ماي اون اكس ام ال، فبالتالي هاي بدها تكون تبعتي، او انا معرفها في نيم سبيس اللي هو في شو اسمه، في يو ار ال، يعني في مكان معين، في مكان معين يو ار ال لوكيشن، تمام؟ بحيث انه لو واحد عمل اكس ام ال ثانيه، عمل لايبراري ثانيه واخذ اسماء اخرى مثل هدول، اسماء اتريبيوت واسماء بوتونز، في الحاله هذه يا شباب لازم يكون ايش؟ لازم تكون الاسماء هذه مش زي الاسماء الثانيه. فهم عشان ما يصيرش في كوليجن بالاسماء اللي انا سميتها وواحد ثاني سماها، فبروحوا بيعملوا شيء اسمه نيم سبيس، بسموه نيم سبيس. ليش؟ عشان لو انا عملت تاج، عشان انا عملت تاج او عملت اتريبيوت لتاج، يكون وحيد، تمام؟ يعني هذه كلمه اندرويد، بدل اندرويد انا ممكن ايش اجيب هذا كلياته، اشيل كلمه اندرويد، تمام، واحط هذا كله. ايش معناته؟ معناته انه هذه الكلمه، هذا الاتريبيوت معرف وين؟ معرف هنا في هذا الموقع، تمام؟ بس هنا بقول لك انت بدل ما تستخدم هذا كامل اكتب له ايش، حط له اكس ام ال نيم سبيس وسميه اللي بدك اياه، سميه اندرويد اي اي مثلا، تمام؟ هيو بديل عن هذا وبصير هذه اندرويد اي اي. تمام، اندرويد اي اي. طبعا كلمه اندرويد هلا مش لازم تصير اي اي، تمام؟ ماشي. هذا هو نيم سبيس، هذا اكس ام ال نيم سبيس. هذا النيم سبيس اللي اسمه اندرويد اي اي اللي انا سميته بديل عن مين؟ بديل عن هذا. يعني لو انا شلت كلمه هاي اندرويد اي اي وحطيت هذه قدام كل وحده معرفه اتريبيوت هنا في الاندرويد، حيقول لي اوكي. اذا النيم سبيس بس هو عباره عن اختصار للموقع اللي معرف فيه اللي هو ايش؟ الاتريبيوتس والتاجات هاي، بحيث انه ما يصيرش فيه ايش؟ ما يصيرش فيه كوليجن، ما
ما يصيرش في تصادم بين الاسماء اللي اي واحد ممكن يصنع اكس ام ال نيمس اكس ام ال كومبوننتس يعني يصنع كومبوننتس ويسميها اسماء له. فهو بيعمل نيم سبيس له خاص فيه وبحط فيه كل الاسماء تبعته, بحط كل الاسماء تبعته زي هذا مثلا تولز هذا التولز بتعبر عن هذا الاسم. هذا النيم سبيس يا جماعه معرف فيه كل الاشياء اللي جوا تول, يعني كونتكست, يعني كونتكست وين معرفه في هذا النيم سبيس تبعها, صح؟ ماشي. اب هاي ايش هي؟ هذه اب ايش هي؟ هاي النيم سبيس تبع اب, صح ولا لا؟ طيب اذا كل الاتريبيوتس اللي موجوده في اب هي معرفه وين؟ معرفه في النيم سبيس هذا. مفهوم هذا الكلام؟ حتى لو ما فهمتوش مش مهم, يعني مش بيج ديل, يعني لانه هو اوريدي بينزل لحاله, تمام؟ بس انا الاصل انه انت تكون فاهمه, يعني انت بكالوريوس اليوم لازم تكون عارف ايش هو النيم سبيس الاكس ام ال نيم سبيس. لازم تكون عارف ايش هو الاكس ام ال نيم سبيس. الاكس ام ال نيم سبيس هو عباره عن اسم لا كل الاشياء اللي انا ممكن اعملها العناصر او الاتريبيوتس, تمام؟ ليش انا بعمله عشان ما يصيرش فيه كوليجن, ما يصيرش فيه تصادم بين انا اللي بعملها واللي غيري اللي ممكن يعملها, اللي يعمل هذه الاسماء, تمام؟ لا اكثر ولا اقل, خلاص تمام. بدي ارجع زي ما كانت بالاول, بس عادي لو خليته زي ما هو ما فيش مشكله. تمام, نرجع مره ثانيه. في حد عنده سؤال استفسار للاندرويد اكس ام ال نيم سبيس؟ في حد عنده استفسار للنيم سبيس؟ شباب في حد عنده استفسار للنيم سبيس؟ تمام يا دكتور, يعطيك العافيه, هيك تمام. تمام طيب طيب لو انا عملت تاج يا شباب, لو انا عملت تاج وسميته كانتري, هاي تاج هذا تاج, وانا عملت جوا التاج الكانتري كتبت سيتي, تمام؟ هاي تاج سيتي, صح ولا لا؟ هاي انا بدي احكي لك الاستراكشر تبع الاكس ام ال, خلاص. طيب لو انا هلا بدي اكتب نيم, بدي اعمل تاج اسمه نيم, وهي كتبت اسمي عبد الفتاح, تمام؟ هاي عبد الفتاح اللي هو نيم, موجود وين؟ موجود في سيتي وموجود في كذا. طيب وين ممكن لو انا بدي اكتب خصائص للتاج اللي اسمه عبد الفتاح, يعني مثلا بدي احط اي شيء خاصيه مثلا خاصه بالنيم, الخصائص لها علاقه بالنيم, مثلا طول الاسم لونج مثلا بيساوي مثلا لو يكونوا قطين اتريبيوت لكل تاج هيك, تمام؟ 13 مثلا يعني بغض النظر, هذا اتريبيوت, هذا بنسميه احنا اتريبيوت, صح ولا لا؟ هذا اتريبيوت وهذا اسم التاج وهي التذكيره بتاعت التاج. طيب ممكن انا اكتب التاج هذا عبد نيم بطريقه مختلفه, مين بيقدر يكتب لي اياه طريقه مختلفه؟ ممكن انا اكتبه بطريقه هيك, صح ولا لا؟ مزبوط. متى انا بكتب التاج بطريقه هذه يا شباب؟ لما يكون التاج هذا ما فيش فيه سب تاجز, صح؟ يعني هون انا ايش بقول له؟ بقول له نيم اي ثينك هيك بتصير, هي زي هذا التاج. ليش هذا التاج معمول مش معمول بالطريقه اللي انا قلت عليها؟ يعني هذا التاج اللي اسمه تكس فيو ليش معمول هيك؟ ليش مش معمول بالطريقه هاي؟
لانه ما لهش سب تاج. تمام، ممكن اعمله زي هيك ولا مش ممكن انا؟ ممكن انت قاعدين بالكو حنخلص حنوقف لانه ما لهش سب تاج. يعني انا باخذ الطريقه هذه والطريقه هذه بين التاجات نفس الاشي، بس هاي بستخدم التاج انا هذا لما يكون ايش، ما فيش فيه سب تاج، يعني ما فيش فيه سب تاج، هو اخر تاج يعني. تمام، بس هون لما انا باخذ التاج اللي زي هذا الكونتري لما يكون فيه ايش، لما يكون فيه سب تاج، ونفس الاشي سيتي. خلاص، هاي شغلات اساسيات في الاكس ام ال وفي الاتش ام ال مهمه بس اني اعرفها. تمام، هاي التاج، هذا التاج، وين التذكيره بتاعته؟ هاي التاج لسه، هذا التاج الاول، وهي التذكيره بتاعته. هاي الاتريبيوتس، هاي هنا كل هيات هذول هم عباره عن ايش؟ عباره عن اتريبيوتس موجودين للتاج اللي اسمه لينير لي اوت. تمام، كل تاج بتحطه في الشاشه، شاشه الاندرويد، لازم يكون على الاقل الخاصيتين هذول موجودين في اي تاج. يعني لو انت شلتهم هذول حيقول لك في مشكله. شايف اي تاج حطيته حيقول لك في مشكله. تمام، هذا المشكله ليش عامل لي ضاوي هيك؟ هذا ايرور، لانه ما فيش التاجين الاساسيات. بعد هيك مش مشكله، يعني اي شيء مش مشكله، يعني هاي طلع مش حيقول لي ولا شيء ولا حيعمل اي حاجه ولا حتى هذا. لكن هذول لو شلت واحد منهم دغري حيطلع لك ايرور. تمام، هذول لازم يكونوا موجودين في اي تاج. تمام، يعني حتى لو انت ما كانوش موجودين هتلاقيه هنا احمر. لو قلت له الت مع انتر هيقول لك هنا بدي اتعرف الهايت. تمام، برضو جيت هنا الت مع انتر هيقول لك بدي اتعرف مين الويل. خلاص ماشي، يعني هو بحط لك اياه. تمام، اذا مره ثانيه، اذا اي تاج في الشاشه لازم يكون ايش؟ لازم يكون في اللي هو هايت. تمام، هو ويد، عشان يعرف الهايت والويد قديش ارتفاع هذا اللينير لي اوت، هذا العنصر الشاشه اللي اسمه لينير لي اوت قديش ارتفاعه وقديش العرض تبعه. تمام، هذا اللينير لي اوت هو عباره عن مربع فاضي بس، لا اكثر ولا اقل، مربع فاضي. تمام، اللي هو اول مربع في الشاشه. بيقول لي قديش الهايت، كان اسمه ماتش بيرنت، يعني على قد المين، على قد الاب، هي معناته ماتش بيرنت. والويذ العرض ماتش بيرنت برضو، على قد الايش، على قد الاب. ايش يعني مين البيرنت؟ طيب مين البيرنت تبع اللينير لي اوت؟ حد يقول لي. الاكس ام ال الاكتيفيتي كلها. لا نرجع للديزاين عشان تعرفوا. هذا اللينير لي اوت، هذا هو اللينير لي اوت. الاكتيفيتي ديليت اللينير لي اوت. اوكي، الاكتيفيتي عرفته كيف من الاكتيفيتي هو اللي بيكون الاب يعني ده. طيب، هو هذه الاكتيفيتي هي اول عنصر فيها اللي هو اللينير لي اوت، اول عنصر فيها اللينير لي اوت. انا قلت له الويد تبع اللينير لي اوت، قلت لك اللينير لي اوت هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن مربع فاضي، مربع افتراضي فاضي، يعني ملوش خط، لكن انا ممكن احط له حجم خط، لكن هو عباره عن مربع فاضي لا اكثر ولا اقل. انا قلت له الهايت تبع المربع هذا ماتش بيرنت، والويد ماتش بيرنت، يعني ارتفاعه على قد الاب والعرض تبعه على قد الاب. طب مين هو الاب؟ المفترض شاشة الجوال او المشين اللي عملناها. ممتاز يا محمود، ممتاز. خلص، الديفايس هو البيرنت، الديفايس شاشة الجوال هو البيرنت. يعني وكاني بقول له انه العرض تبع اللينير لي اوت هذا على قد الجوال والهايت على قد الجوال، وهي اول شغله بنعرفها دائما، عشان الجوالات ممكن تكون حجمها كبير وممكن حجمها تابلت صغير. فهو لما بقول له ماتش بيرنت هذا بيكون ريسبونسيف، يعني التطبيق تبعك بيشتغل على اي ايش؟
بيشتغل على اي جوال ان شاء الله يكون تلفزيون خلاص. ما هو اذا الشاشه على قد مين المربع هذا على قد الجوال تمام، ما فيش داعي انك تقول له قديش حجمه بالبكسل يعني. فهمتوا؟ فاهمين هذه النقطه؟ هي اهم نقطه بدنا نفهمها الان قبل لا نطلع. يعني 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 المربع هذا اللي فيه كل العناصر، اللي فيه كل العناصر تبعت الشاشه اللي بدنا نحطها، حجمه على قد الديفايس، طوله على قد الديفايس، وعرضه على ايش؟ وعلى قد الديفايس. هي معناتها هايت وود. طيب الان انا حطيت كمان ايش؟ حطيت تكست فيو. هاي تكست فيو، تكست فيو اول عنصر بدنا ناخده من عناصر الشاشه، حناخذهم كلهم. تكست فيو ايش يعني تكست فيو؟ اذا بتعرفوا الليبل، عارفين الليبل، بتتذكروا الليبل في الفورم، في الفورم، في الفورم، الليبل بالفورم او بالتكست فيلد بالجافا بسموه تكست فيلد، عفوا ليبل، ليبل بسموه ليبل فيلد بسموه بالجافا، اللي اخذ جافا او سي شارب. طيب هذا ليبل، يعني هذا كلام بده ينكتب على الشاشه خلاص، يعني اليوزر بيقدرش يعبي فيه، هذا من انت كديفلوبر بتكون عامله تمام، اللي هو الليبل يعني التكست فيلد. طيب انا قلت له قول لي قديش العرض تبعه، قلت له مثلا العرض تبعه ماتش بيرنت. طب ايش الهايت؟ الهايت راب كونتنت، يعني على قد ايش؟ على قد الحرف، على قد المحتوى، على قد الحرف اللي انا بدي اكتبه فيه. طب ايش بدي اكتبه؟ بكتب تاج اسمه تكست. انا كتبت هنا ويلكم، ويلكم تو اندرويد، هي كتبت ويلكم تو اندرويد ماشي. لاحظ على الديزاين، هيو كتب لي هنا ويلكم تو اندرويد بس مش مبينه، صغيره، بس بدنا نكبر الخط. تكبير الخط برضه من وين؟ من هنا. هاي بتقول له تكست سايز، في اتريبيوت للخط تمام. قلت له مثلا 40 اس بي. هلا بنشرح شو يعني اس بي، هلا شويه شويه، بس احنا قاعدين بس عشان بدي اوريك. هاي الخط كبرته انا، كتب لي هنا ويلكم تو اندرويد، هذا اللي هو التكست سايز، التكست فيو تمام. شباب دايل دقيقتين على السيشن ويخلص، حنوقف احنا طبعا حنوقف. هذا تكست فيو انا عملته هنا كمان، ممكن اعمل كمان واحد تكست فيو حطيته هنا، طبعا مش حيظهر لانه حيجي حيضل هنا برمي رمي، لانه قلنا اللي هو ايش؟ اللينير لاي اوت. وهذا جاي ماتش بيرنت، مش مخلي له وسع الويد ماتش بيرنت. لو انا قلت له هنا 100 دي بي حجمه تمام، حيخلي له وسع. حتروح على الديزاين ايش حتلاقي؟ حتلاقي هذا 100 دي بي وهذا اجى بعدي اخذ الباقي كله لانه ماتش بيرنت تمام. هذا الكلام حنشرحه بالتفصيل المحاضره الجاي، بس انا يعني وريتك انا ايش ايه، بس اخذنا اللي هو اللينير لاي اوت واخذنا التكست فيو. بنوقف لهون والمحاضره الجايه ان شاء الله يا شباب بنكمل.